ضمن فعاليات موسم أعياد البحرين الذي تنظمه هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أقام المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وتكريس قيم المواطنة مساء اليوم مهرجان بحريننا في قلعة البحرين. وشهد جمهور المواطنين والمقيمين والزوار والسياح استعراضات مبهرة تجسد التاريخ بمنظور عصري وتحكي الأمجاد بعراقة التاريخ ولغة الحاضر، حيث تضمنت عروضا لطابور المنامة والفرقة الموسيقية للشرطة والخيالة في قلعة البحرين التي يعود تاريخها إلى نحو 5000 عام. وانطلقت فعاليات مهرجان بحريننا بالتزامن مع انطلاق احتفالية ليالي المحرق والتي تستمر حتى 10 ديسمبر الجاري في الأحياء التاريخية للمدينة ما بين مجلس سيادي في الشمال وحتى قلعة بوماهر. وتحتفي هذه الفعالية بالتصميم والفنون والأزياء والمأكولات والموسيقى في عدة مواقع في المحرق، تشمل مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث وعمارة فخرو وسوق القيصرية.